ان هذا الغاز يقدر يعمل ما يسمى بالكيميكال وورك او الشغل الكيميائي. يعني ايه الشغل؟ الشغل هي القدره ان انا احرك جسم، القوه اللي بتاثر على اي جسم ان تحركه من مكانه لمسافه معينه. لو القوه دي او الفورس دي اثرت على اي جسم وحركته من مكانه لمكان تاني مسافه معينه، يبقى في ورك عامل. هنفرض انا اثرت على اي جسم بفورس معينه ولكن الجسم ده ما اتحركش من مكانه، يبقى الورك ايكوال زيرو. زيرو. يبقى في هذه الحاله هيبقى بكام؟ هيبقى بصفر. خلاص؟ يبقى هو الورك دايما نركز كده في الاساس بتاعنا، الورك هي الفورس اللي بتاثر على اي جسم عشان تحركه من مكانه لمكان تاني. وقت ما الجسم اتحرك يبقى فيه ورك، وقت ما الجسم ما اتحركش يبقى الورك ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طيب احنا خدنا في الفيزياء ان الورك ايكوال افر المايك، ان الورك ايكوال دكتور وحضرتك عارف السلايد ايه؟ بتقول ايه؟ حضرتك عملت ريكورد دكتور في حضرتك بيقطع جمال. انا مسمعك على فكره. الصوت بيقطع يا دكتور. ما بداتش الريكوردنج يا دكتور. بدات. هو مش عامل، مش جايب في التيم ان في ريكوردنج بيحصل. وصوت حضرتك بيقطع يا جماعه يا دكتور. ماشي. خلاص نرجع بقى الموضوع. نبدا بقى الموضوع. يبقى الورك عندي في الفيزياء بيقول لي ان الورك ايكوال فورس في ديستانس، لكن انا في الكيمياء لا يهمني الفورس ولا يهمني ايه الديستانس، فانا محتاج ان انا اطلع قانون اربط بيه الورك، احسب بيه الكيميكال وورك حسب العوامل او الفاكتور اللي بتاثر على الغازات. فبالتالي انا ما يهمنيش لا الفورس ولا الديستانس، لكن انا محتاج اعرف الورك ده من ناحيه الكيميائيه هيبقى ايكوال لايه. فبيقول لي اثبات صغير كده، مش علينا الاثبات، بالتالي بس انا عايزك تفهمه. بيقول لي لو كان عندي سلندر بهذا الشكل، الكروس سكشن اريا بتاعها ايه، مساحه السطح بتاعها ايه، وكان السلندر دي فيها بيستون عامله غاز على ارتفاع اتش 1، يبقى هنا في غاز اهو على ارتفاع اتش 1. لو عملت السلندر دي خليتها يحصل لها عمليه اكسبانشن، يعني ايه اكسبانشن؟ يعني تمدد. يبقى هنا حلو على ارتفاع اتش 2، هل البستون اتحرك ولا لا؟ اتحرك. يبقى في ورك ولا لا؟ الناس يا جماعه اللي فاتحه المايك تقفل المايك. خلاص يبقى الورك هنا. طيب انا عايز احسب الورك ده، فقال لي طيب انا عندي السلندر اهي الكروس سكشن اريا بتاعها ايه، طيب ما هو الفوليوم بتاع اي سلندر؟ قال لي والفوليوم بتاع اي سلندر هي عباره عن الكروس سكشن اريا، المساحه بتاعت السطح بتاعها في الارتفاع. طيب يبقى انا لو عندي السلندر اللي على الشمال يبقى الكروس سكشن اريا بتاعها ايه؟ اتش 1. السلندر على اليمين الكروس سكشن اريا بتاعها ايه؟ قصدي الفوليوم بتاعها ايه؟ اتش 2. فجاء قال لي طيب بناء عليه لو جيت احسب التشينج، لما جيت نقلت وعملت عمليه التمدد ده او الاكسبانشن، التشينج ان فوليوم هيبقى ايكوال ايه؟ قال لي بكل بساطه التشنج في الفوليوم اللي حصل معايا ما هو الا هيبقى في 2 ماينس في 1، الفوليوم الاخير ماينس الفوليوم الاولاني. طيب والفوليوم ده بكام؟ ثانيه واحده.
يبقى التشينج في الفوليوم هيبقى عباره عن v2 minus v1 تمام. طيب انا عايز اجيب التشينج في الفوليوم، قال لي ما فيش اي مشكله، عايز تجيب لي التشينج في الفوليوم نعرف نحسبه، نحسبه بكام؟ عباره عن v2. وما هي ال v2؟ قال لي حيث ال v2 هي عباره عن ايه؟ h2 كروس سكشن اريا في الارتفاع تمام. يبقى ال v2 يبقى الدلتا v او التشينج في الفوليوم هيبقى ايكوال a h2 minus a h1، لكن ال a constant يعني ايكوال a في h2 minus h1 يعني ايكوال a دلتا h. ده مين؟ ده الدلتا v. طيب احنا عارفين طول عمرنا ان البريشر بتاع اي حاجه ايكوال فورس على الاريا، يعني F على A. يبقى ده هسمي دي واحد وهسمي ده اتنين تمام. يبقى من واحد واتنين ده يؤدي لأن ال B دلتا V إيكوال من واحد واتنين، يبقى ال B دلتا V إيكوال F على A في A دلتا H. طب ما ال A دي ال A دي يعني إيه؟ قال لي يعني ال B دلتا V equal F في دلتا H. وما هي ال F؟ ما هي دي الفورس. وما هي الدلتا H؟ ما دي الديستنس. يعني ايه؟ قال لي يعني ال B دلتا V لما جيت ضربت البريشر في التشينج في الفوليوم اداني نفس الدايمنشنز او نفس البارامترز او نفس الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الورك ولا لا؟ قال لي يبقى ايه؟ قال لي يبقى ده اول قانون عندي بقى مهم جدا. ايه هو؟ ان الكيميكال ورك ايكوال بي دلتا في. امتى الكلام ده؟ قال لي ات كونستانت تي. يبقى كل مسائل الورك عندي لازم هتتم عند درجه حراره ايه؟ يعني ما يبقاش البيستون اتحرك هو قطع عندنا بس ولا لا؟ عند كل لا عند كل كل هو قطع عندنا. تمام كهرباء قطعت بقى. ده لابتوب ده مش كهرباء. لو ما قطعتش بقى ولو كهرباء قطعت النت بيقطع. مهم يبقى اذا ان بي دلتا في ات كونستانت تي. انت لما تيجي تبص على القانون ده يبقى انا عملت علاقة بين البي والفي والتي والتلات عوامل دولت مين؟ هم دولت التلات عوامل أساساً اللي بيأثروا على سلوك إيه؟ الغازات اللي معي. خلاص؟ يبقى محدش يقول لي بقى إن الورك إيكوال فورس أوف ديستانس. خلاص إنما الورك إيكوال بي دلتا في. طيب في عندي مشكلة من الأول خلاص معلش عشان لسه داخل. لا 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 صعب. في عندي مشكلة. لما كان عندي السلندر أهي وادي البيستون اهو، ما البيستون ده كان ممكن يتحرك في اتجاه من اتنين، ممكن يبقى بالشكل ده وممكن يبقى بالشكل ده. دكتور حضرتك عامل خلي الاساس بتاعك هو ده. لما كان عندي السلندر بالشكل ده كان ممكن يحصل لها تغير بالشكل اللي على اليمين او الشكل اللي على الشمال. ايه الفرق بين الاتنين؟ لا على الشمال ده نيجاتيف ورك دون، اللي على اليمين بوزيتيف ورك دون. من يعني اللي على الشمال حصل ايه؟ حصل عمليه تمدد للغاز صح. كان الفي 1 اهو وده في 2، فالفي 2 هنا مالها اكبر من في 1. هذه العمليه تسمى عمليه ايه؟ اكسبانشن. يعني ايه اكسبانشن؟ يعني تمدد، الحجم بيزيد. طيب الحل الثاني ان كان يبقى الورك يحصل له ايه؟ ان الفي 1 تبقى اصغر من في 2. الفي 1 قصدي اكبر من في 2. في هذه الحاله اهي الفي 2 اصغر من في 1. فانا كنت بادي فوليوم كبير، الفوليوم ده قل. هذه العمليه تسمى عمليه كومبريشن او انضغاط. طيب يبقى انا عندي الورك ممكن يتم بطريقتين، عملية expansion نتيجة الورك، يا يحصل عملية compression نتيجة برضو مين؟ الورك.
طيب انا عايز اوضح بالقانون بتاعي ان العمليه دي تمت اكسبانشن اور كومبريشن، ايه اللي يفرق معايا؟ قال لي ما هم الاثنين عكس بعض في الاتجاه، يبقى دام الاثنين عكس بعض في الاتجاه يبقى انا اقدر اثر عنهم او اقدر احدد او يعني افرق بينهم باستخدام ايه؟ الاشارات. يعني ايه؟ قال لي يبقى انا لازم استخدم البوزيتيف والنيجاتيف في التفريق، هل هو حصل اكسبانشن ولا كومبريشن. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان الورك عندي ليه شرطين، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. يعني ايه الورك ليه شرطين؟ قال لي والورك عندي يبقى بوزيتيف يا نيجاتيف. امتى الورك يبقى بالبوزيتيف؟ انا بوزيتيف يبقى حاجه ايجابيه. امتى الورك يبقى ايجابي او بوزيتيف؟ قال لي ما اللغاز هو اللي يعمل الورك، يعني ما يبقى الورك ده دان باي الجيز، وده بيحصل في عمليه الايه؟ قال لي في عمليه الاكسبانشن. يبقى اي تمدد للغاز ده معناها ان الورك هنا بالايه؟ بالبوزيتيف. طيب امتى الورك يبقى بالنيجاتيف؟ قال لي بكل بساطه اما يبقى الورك دان اون الجيز. ورك دان اون الجيز دي بتحصل في عملية الايه؟ الكمبريشن. معناها ايه؟ معناها ان اللي هيكتب لي القانون ان الورك ايكوال بي دلتا في ده غلط. طب ايه الصح بتاعه؟ الصح بتاعه بوزيتيف اور نيجاتيف بي دلتا في. يبقى اذا لازم قبل ما اكتب القانون احدد هو انا معايا عمليه اكسبانشن ولا كومبريشن. لو عمليه اكسبانشن هقوم قايل لك ايه؟ خلاص لو عمليه اكسبانشن يبقى ضيف لي هنا بوزيتيف، يبقى القانون بتاعك الورك ايكوال بوزيتيف بي فاينل سوري بي دلتا في. لو عمليه كومبريشن يبقى ايه؟ الورك ايكوال نيجاتيف بي دلتا في. ويبقى ده اول تعديل عندي في القانون. الحته دي تاني. حلو. دلوقتي احنا قلنا الورك هنا ليه شرطين بوزيتيف ونيجاتيف، صح؟ امتى الورك يبقى بالبوزيتيف؟ اما الغاز يعمل ورك، وما الغاز يعمل ورك يبقى ده معناه عمليه اكسبانشن. امتى الغاز يبقى بالنيجاتيف؟ اما الغاز يتعمل عليه ورك، وما يتعمل ورك على الغاز يبقى دي عمليه اسمها عمليه ايه؟ كومبريشن. يبقى اما اجي اكتب القانون بتاع الغاز لازم ابين قانون الورك، لازم ابين هو ده ورك دان باي الجاز ولا ورك دان اون الجاز. ابين ازاي؟ ابين ازاي يا باشمهندس؟ احط بوزيتيف او نيجاتيف. حلو. يبقى ما ينفعش اكتب الورك ايكوال بي دلتا في، خلاص غلط. انما الورك ايكوال ايه؟ يا بوزيتيف بي دلتا في يا نيجاتيف دلتا في. يبقى دي اول حاجه لازم نفهمها، عمليه الاشارات دي تعتمد على حصل اكسبانشن ولا عمليه ايه؟ كومبريشن. دكتور ممكن اسال سؤال بعد اذنك؟ اسال سؤال. هو حضرتك دلوقتي قلت ان التمبريتشر ثابته، تمام؟ ايه تمام. طب ازاي دلوقتي الغاز هيحصل له تمدد لو التمبريتشر ثابته؟ يعني لو انا قللت الضغط الخارجي، لو انا قللت الضغط الخارجي البستون هيعلى فوق. هتقول لي ما البستون عالي نتيجه ان الضغط قل. هقول لك مش قصتي بقى، انا المحصله عندي ان الغاز بقى عنده مساحه اكبر يتحرك خلالها، يبقى ده كده بالنسبه له كسب مكسب كبير، يبقى الورك ده بالبستون. فهمت؟ يبقى اذا اي عامل هيؤدي ان الفوليوم يزيد يحصل عمليه اكسبانشن، انا بترجمه ان ده ورك دان باي سيستم او باي جاز. اي عامل هيؤدي ان مساحه الفوليوم بتاعي يقل يبقى ده ورك دان ايه؟ اون الجاز. طب السؤال بقى، انا دلوقتي لو رجعنا تاني للرسمه دي، البستون ده كان عليه بريشر اسمه بي 1، عشان يتحول سواء لليمين او شمال معناها ان البريشر عندي اتغير بقى بي 2، بقى بي 2. طيب مين المسؤول عن الورك هنا؟ الورك ايكوال بي دلتا في، دلتا في معناها في 2 ماينس في 1 وخلصت 2. طب مين المسؤول عن الورك هنا؟ البريشر انهي؟ البي 1 ولا البي 2
ولا البي 1 ماينس بي 2 ولا البي 2 ماينس بي 1 ولا ايه بالظبط؟ يعني ما جت في القانون الورك ايكوال بي، انهي بي فيهم؟ دلتا بي، بي 2 ماينس بي 1. كنت كتبتها لك في القانون دلتا بي، اشمعنى كتبت دلتا بي وما كتبتش دلتا بي؟ البي الاصليه والبي هيتغير اصلا يا دكتور. البي اللي بيعملها دي طبعا البي بيتغير. هو الويت بتاع الايه؟ الويت بتاع البيستون هيبقى ثابت. ماليش دعوه بالويت، البيستون اتحرك لفوق، عشان يتحرك لفوق معناه ان البريشر بتاعه قل، او هينزل لتحت، عشان ينزل لتحت معناه ان البريشر عليه ماله زاد. طب يا دكتور مش معنى كده ان في قوه عكسيه من الغاز من جوه بتزق البيستون لفوق؟ يعني لما القطر تحت في قوه من ايه؟ ما هي القوه ان الغاز هو اللي زق البيستون، يبقى ورك دان مين اللي زق الغاز؟ يبقى ده ورك دان بايا جاز. ما كده بيعادلوا بعض. لا في انهي واحد، في انهي حاله؟ الحالتين. لا انا دلوقتي في عمليه الاكسبانشن، البيستون عالي، عالي نتيجه ايه؟ ان انا خففت الضغط الخارجي، او ان جزيئات الغاز زقت بره، بس هي قدرت تزق البيستون لمسافه معينه، خلاص يبقى ده ورك دان بايا جاز. والعكس في حاله مين؟ الكومبريشن. قال لي عشان ما انتهش كده كتير، قال لي ويبقى الورك عندي دايما ايكوال بلس اور ماينس بي فاينل دلتا في. يبقى القانون بتاعك اول قانون مهم جدا بستخدمه في حل المسائل اهو، بيقول لي ايه؟ ان الورك ايكوال بلس اور ماينس ده ديبند اون اكسبانشن ولا كومبريشن بي فاينل دلتا في. خلاص مش الدلتا في بتطلع بوزيتيف او نيجاتيف؟ حلو، سيبك من السؤال ده، سيبك منه دلوقتي، هجاوبك عليه. سؤالك صح جدا وجميل جدا، بس هجاوبه لك بعد شويه. ماشي يا دكتور. اسال سؤال. هو حضرتك قلت القانون ده شغال عند كونستانت تمبريتشر، مش ممكن نحط معاه كونستانت ان برضه؟ مش ممكن نحط معاه كونستانت ان برضه؟ ما هي كده كده كونستانت ان. يعني لان دي انا لو عندي كونتينر، هل انا غيرت النمبر فون اللي جوه الغاز اللي جوه الكونتينر؟ لا، بقى لان ثابته، بس ثابته ضمنيا. اوكي شكرا. دكتور ممكن نرجع تاني؟ ممكن ايه؟ نرجع لاستنتاج القانون تاني. طب يا دكتور هو الكلام ده لغاز واحد بس طبعا، مش ميكستشر اوف غاز صح؟ لا لا لا، غاز واحد. خلاص اللي كان عايز دكتور. طب هو ايه البي اف دي؟ بي فاينل، الفاينل بريشر اللي هي بي 2 مثلا يعني. تمام شكرا يا دكتور. نيجي بقى ناخد مثال كده عشان يبان عندي الكلام ده. كان عندي بيستون كونتينر اهو يحتوي على غاز تحت ضغط 1000 كيلو باسكال، كان الفوليوم بتاعه 1 ديسيمتر كيوب. عايز اخفف الضغط شويه بحيث ان يبقى نفس السلندر ده تحت ضغط 100 كيلو باسكال بس، تقدر تقول لي الورك هنا بكم؟ دكتور هو احنا نجيب الورك للكونتينر على الشمال لوحده والورك على الكونتينر اليمين لوحده؟ مفيش حاجه اسمها ورك كونتينر على الشمال لوحده وكونتينر على اليمين لوحده، لان الورك ده نتيجه الحركه. انا الكونتينر على الشمال ده كان البيستون على ارتفاع معين الورك عنده بزيرو، اما اتحرك بقى في الاتجاه الثاني اللي هو اليمين ده بقى في ورك، يبقى انا باخد الورك نتيجه العمليه. مفيش حاجه اسمها ورك للشمال ورك لليمين. بس كان في ناقصني معلومه، ناقص ان انا اجيبها اللي هي الفي عشان اقدر اجيب الورك. الفي او انت معاك الفي الدلتا انت معاك 1000 كيلو باسكال و100 كيلو باسكال. طيب انا ممكن يا دكتور اعمل بي 1 على بي 2 بيساوي في 2 على في 1. مش احنا ده اللي احنا ده اللي انا عايز اسمعه منكم. مش احنا خدنا قانون في نهايه المره اللي فاتت ان ات كونستانت دي ان وتي، اهو اللي كان بيتكلم دلوقتي على ان وتي، مش احنا خدنا ان بي 1 في 1 ايكوال بي 2 في 2؟
مش احنا خدنا قانون بي 1 في 1 على تي 1 ايكوال بي 2 في 2 على تي 2 المره اللي فاتت مش امبارح الاسبوع اللي فات مش قلنا ات كونستانت ان بي 1 في 1 على انه على تي 1 ايكوال بي 2 في 2 على تي 2 اه تمام قلنا طيب التي المره دي كمان كونستانت هيروحوا مع بعض بي 1 في 1 ايكوال بي 2 في 2 ولا لا يبقى ألف في واحد إيكوال مية في كام؟ في عشرة يبقى الفوليوم هنا كام؟ عشرة ديسيمتري كيو ويبقى الورك إيكوال إيه بقى؟ مليني الورك إيكوال مية في تسعة مهم جدا بوستيف ليه بوستيف؟ لأنه إكسبانشن بي فاينل دلتا في يعني بوستف 10 في 10 ماينس 1 يعني بوستف كام 900 جول يبقى انا قدرت احسب الشغل نتيجه تغير البيستون من 1000 كيلو باسكال ل 100 كيلو باسكال ولا لا طلع كام طلع 900 جول هي 10 ولا 100 100 طب هو انا مش بحول الكيلو يا دكتور لا ما هي هتحول الكيلو وهتحول الديسيمتر فهيلغوا بعض سيبك من اليونتس دي دلوقتي هنبقى نتكلم فيها بعدين شكرا دكتور معلش يا دكتور هو انا طيب. زي عرفت تاني ان هو اكسبانشن يعني ايه اكسبانشن يعني زي عرفت ان هي هتبقى بوزيتيف مش هتبقى نيجاتيف يعني ايه اكسبانشن رد على سؤالي يعني زي اللي هي تمدد او ان هي كبرت حلو يبقى expansion معناها تمدد زيادة في الحجم طالما الفوليوم زاد يبقى دي expansion يبقى له الإشارة بوستيف تمام خلاص ماشي خلاص دكتور مكثف تمام اسأل سؤال بس ما تسألوش كتير بقى عشان ما تتوهناش يعني طيب هو احنا لما بنيجي نستخدم القانون ده هنحط اللي هو الـ pressure الفاينل حلو تمام وخلاص خلاص فهمت سوري ها انا سامعك فهمت خلاص شكرا يا دكتور طيب ماشي طيب انا ما عملت الورك اهو طلع كام طلع 900 جول قال لي طب تعمل لي الشغل ده على خطوتين يعني ايه يعني بدل ما هتحول من 100 من 1000 ل 100 دايركت انا اتحول من 1000 ل 500 وبعدين احول من كام من 500 ل 100 هل تتوقع ان الشغل يتغير؟ من نفس البدايه ونفس النهايه لا لا قال لي هنشوف قال لي هنشوف الورك هنا محصلته ايه W1 بلس ايه W2 حد عنده اعتراض دكتور مش حضرتك قلت ما ينفعش نجزء الورك لا انا خففت الضغط لغايه 500 خلاص حضرتك بيقطع دكتور ما عملتش حاجه الورك هنا هيبقى ولا ايه ولا ايه W1 W2 حلو طيب دكتور يلا دكتور الصوت بيقطع دكتور دكتور ما في صوت كده بيقطع قوي يا دكتور كده ما فيش حاجة خالص بقى كده الورك في هذه الحاله هيبقى ايكوال لمين دي 1 دبليو 2 طب ده بيكون ايكوال ايه ايه بقى 1 ايكوال 500 في كام ها
اف واحد ايكوال 500 في كام؟ دكتور الصوت بيقطع احنا مش سامعين يا جماعه، انا غيرت لكم مليون مكان، اروح لكم فين تاني؟ هو كده بقى الجمله دي سمعناها دكتور، الجمله دي انا اروح لكم في اي مكان، انما العلم ما بتسمعهوش. دلوقتي بيقطع والله، بيقطع تاني اهو دلوقتي بيقطع، وقت ما وقت ما نيجي نتكلم في العلم يقطع صح؟ سامعين ولا بيقطع يا دكتور؟ طيب نعرف نحسب الورك يا جماعه، W1 بلس W2، طب W1 ايكوال ايه؟ صفر فينال دلتا في، انا بكام راضي؟ 500 دلتا في كام؟ ماينس 1 W1 بلس W2 بكام؟ 100 دلتا في بكام؟ 10 ماينس، هنتقل على الورك كام؟ بلس 1300 جول. ايه الكلام ده؟ ايه اللي انت لاحظته دلوقتي؟ شد بقى مين اكبر؟ اللي هو لما تعمل على مرتين. حلو، يبقى انا عندي متوقع ان انا عملت شغل على مره طلع لي قيمه شغل، رحت على مرتين طلع لي قيمه ثانيه، طب عملته على ثلاثه هيطلع قيمة أكبر. يبقى أنا عارف قاعدة مهمة جدا بقى. القاعدة دي لازم ألتزم بيها خلال شغلي كله، اللي هو إيه؟ As a number of steps increase، اللي هيحصل؟ هيبقى amount of work. دكتور والله الصوت بيقطع جامد، والمثال اللي فات ده ما فهمتوش قوي دكتور عشان الصوت. طب انا هحط الجروب يا جماعه وهدخل تشيك. تمام ماشي. طلع كام؟ طلع 1300. طب لو عملته على ثلاث خطوات متوقع يطلع كام؟ يطلع اكتر واكتر. يبقى انا استفدت ايه من هنا؟ عندي قاعده مهمه جدا بتقول لي ايه؟ ان كل ما عدد الخطوات زاد كل ما كميه الشغل هيحصل لها ايه؟ هي زادت هي كمان. يبقى دي مقاعده مهمه جدا. نعم. هو ليه يعني ليه لما بزود عدد نظام؟ عارف نظام ايه بقى اللي انت بتجيب؟ عارف نظام الجمله والقطاعي؟ هي نفس النظام كده. انا لما اعمل الحاجه على مره واحده يعني الورك اللي بيطلع منها بيطلع قليل، انما لو جزأتها بقيت عندي كتير، بقيت ببيع قطاعي هطلع لي مبلغ ايه؟ اكتر وقت. خلاص. طب هو ليها سبب فيزيائي يعني او كده؟ لان الورك ده انا مش عايز ادخل في تفاصيل اكتر من كده عشان ما انتهش. الورك ده طبيعته كفانكشن اسمه دل فانكشن لا تعتمد على الواي. يعني ايه؟ يعني انا ما يهمنيش اسمها باس فانكشن، لا تعتمد على الفاليو انما تعتمد على الاسلوب راح ازاي. انا ممكن ادخل من عند الكليه عندي عايز اسافر اسكندريه، فممكن طالع من الكليه رايح على مدينه نصر، مدينه نصر طالع على السويس، ومن السويس على اسكندريه. في النهايه انا بدات منين؟ من الكليه. رحت فين؟ اسكندريه. واحد يقول لك ايه الهبل ده، انا هطلع من الكليه على اسكندريه دايركت. اختلاف ايه؟ طرق. انا خدت وقت اطول، صرفت فلوس اكتر، انما يبقى بالتالي الورك اللي هيتعمل معايا بيبقى ايه؟ بيبقى اكتر معايا. يبقى كل ما هزود
عدد الخطوات كل ما الشغل عندي يحصل له ايه يزيد. بالتالي اللي انا عايز اقوله بقى واروح اصلي، اقل شغل عندي يمكن الحصول عليه هو ايه؟ على خطوه واحده. اقل شغل يمكن الحصول عليه هو ايه؟ انفينيتي يعني. يبقى اذا انا لما اجي اقول لك كالكوليت ذا ورك دون او كالكوليت ذا ورك، قول لي ما ينفعش، اقول لك ايه اللي ما ينفعوش، تقول لي لازم تحدد لي هو ورك دون باي سوري على تم على خطوه ولا على خطوتين ولا على ثلاثه ولا على 100، صح؟ لان بالتالي انا كل واحد من دولت هيطلع بقيمه شغل مختلفه عن التاني ولا لا. بس انا اكون فاهم ان اقل شغل معايا هو الشغل اللي بيتم على خطوه واحده، واعلى شغل معايا هو الشغل اللي بيتم على كام؟ على انفينيتي ستيبس. ماشي يا جماعه؟ الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 7 الا ربع، 7 الا 5 بالظبط هنكون هنا ان شاء الله يا جماعه. خلاص محمد يلا يلا الحمد لله. الهداف دكتور، الهداف ده هداف هداف فعلا والله. لا انا مش بتابع الاهلي بصراحه، وبعدين في وسط الكليه اللي انا فيها دي انا عايز اقول لك انا جاي النهارده جري في الطريق عشان الحق اجي لكم الساعه 6، ف يعني دي في حد ذاتها كانت اهم حاجه عندي. ولا تقول لي بقى بيراميدز ولا الزمالك ولا الاهلي حتى. الله يعينك برضه. طلع تشتغل التاني؟ ماشي خليها تشتغل يا دكتور. دكتور بس ممكن كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. هو انا كان عندي مشكله في النت ولسه داخل دلوقتي، فهي السكشن عليه اتندنس ولا مفيش؟ انا بالنسبه لي انا ما يهمنيش ان انت تحضر عشان الاتندنس، انا يهمني تحضر عشان تفهم. تمام. انا كان عندي بس مشكله في النت، هو لسه مظبوط دلوقتي. انا ما باخدش انا من اول محاضره خالص قلت يا جماعه انا ما باخدش اتندنس، صح يا جماعه؟ اللي عايز يحضر يحضر عشان هو عايز يحضر، مش عشان انت مجبر ان انت ايه ان انت تحضر. تمام شكرا يا دكتور. العفو يا دكتور. بس معلش ممكن بس تعيد شرح اللي هي ان اجيب الورك من مرتين عشان النت كان بيقطع. حاضر انا بس كده بدات اسجل ونبدا بقى ايه نكمل شغلنا من اول هنا يا جماعه. بقى ركز معايا تماما، هو بدايه الورك زميلكم بس كان بيسال ازاي اجيب الورك على خطوتين. طيب مش انا دلوقتي عندي 1000 كيلو 1000 كيلو باسكال اهو، وتحول لكام؟ ل 500. يبقى الورك هنا بكام؟ البي فاينل اللي هي كام؟ رد عليا، البي فاينل اللي هي بكام؟ 500 في دلتا في اللي هي 2 ماينس 1. ده الجزء الاولاني اللي هو الورك الاولاني ده، بس لسه في ورك تاني اللي هو في الخطوه الثانيه. البي فاينل بكام؟ 100 بسكال، 100 كيلو بسكال. حلو. والدلتا في بكام؟ 10 ماينس 2. حلو. يبقى اذا الورك هو مجموع الاثنين ولا لا؟ فما اجي اعمل كده هلاقيه بكام؟ ب 1300. لو عملته على ثلاث خطوات هيبقى اكتر، اربع خطوات اكتر. يبقى انا عندي قاعده مهمه جدا ان كل ما هزود عدد الخطوات كل ما كميه الشغل عندي هيحصل لها ايه؟ تزيد. من اول هنا بقى ركز معايا جامد جامد جامد. وبناء على هذه القاعده بدات اقسم الورك عندي الى ثلاث انواع. بناء على هذه القاعده بدات اقسم الشغل عندي الى ثلاث انواع حسب كميه الشغل او حسب الشغل ده تم على كام خطوه. فبقى عندي حاجه اسمها reversible work وعندي حاجة تانية اسمها irreversible work. يبقى تقسيمة ان الورك reversible ولا irreversible دي بتعتمد على ايه؟ تعتمد على كمية الخطوات
اللي انا حامل بيها الشغل. ما احنا اتفقنا من شويه ان اقل قيمه شغل ممكنه هو اللي بيتم على كم خطوه؟ خطوه واحده. واعلى شغل ممكن يمكن الحصول عليه انفينيتي ستيبس. طب 5 او 10 او 20 او 30 او حتى 1000 خطوه الشغل هنا ايه؟ وسط بين الاثنين ولا لا؟ اكيد اكتر من 1 ستيب واقل من انفينيتي ستيبس صح؟ بناء عليه بدات اقسم كل الشغل اللي عندي حسب عدد الخطوات الى 3 انواع ريفرسبل وانريفرسبل. طيب عشان اقول ان في ورك اساسا لازم البريشر يزيد او يقل، يبقى شرط ان الورك يتم يبقى في تغير في البريشر حصل اهو، بريشر انكريز اور ديكريز. طب ايه الفرق بين ده وده؟ قال لي طريقه ان البريشر يزيد او يقل هي دي اللي هتفرق معايا. يبقى اذا البريشر زاد هيحصل كومبريشن ورك دان اون، بريشر قل هيحصل اكسبانشن ورك دان باي. المهم ان مفيش ورك هيتم لو البريشر ايه ما تغيرش. لكن حسب طريقه تغير البريشر هو ده اللي هيتوقف عليه شكل الشغل. يعني ايه؟ قال لي يعني الريفرسبل ورك بيحصل فيه ايه؟ قال لي البريشر فيه بيزيد او بيقل سادلي. ويعني ايه كلمة صادلي؟ فجأة. ويعني ايه فجأة بالبس؟ انعكاسي وغير انعكاسي. ريفرسبل يعني انعكاسي، الريفرسبل يعني غير انعكاسي. يبقى لو البريشر زاد او قل صادلي، صادلي يعني ايه؟ فجأة. يبقى الشغل ده اسمه ايه؟ الريفرسبل. ولو البريشر زاد او قل فجأة هيزيد او يقل على كام ستيب؟ واحد ستيب بس. تمام؟ يبقى لو البريشر زاد او قل suddenly through one step على على خطوة واحدة يبقى الشغل ده اسمه ايه؟ irreversible. يبقى ايه هو تعريف الـ irreversible؟ ان الورك ان البريشر يزيد او يقل suddenly، دم يزيد او يقل صادلي، يبقى على كم خطوه؟ على 1 ستيب. يبقى اي شغل هيتم على 1 ستيب يسمى irreversible. حلو قوي. يبقى العكس بقى في الريفرس، الشغل هيتم على كام؟ على عدد من الخطوات صح؟ كم خطوه ما اعرفش، بس المهم هم لازم يبقوا كام؟ اكتر من خطوه واحده. فهنا بنقول ايه في الريفرسبل ورك؟ البريشر انكريز اور ديكريز جراديولي. كلمه جراديولي يعني ايه؟ يعني تدريجيا. البريشر انكريز اور ديكريز جراديولي. كلمه جراديولي يعني ايه؟ تدريجيا. وكلمه تدريجيا تعني ايه ضمنيا كده؟ بتعني ايه بالظبط؟ على مور زين وان ستيب، على اكتر من خطوه. يبقى كده قسمت الشغل دلوقتي عندي حاجتين، شغل بيتم على وان ستيب بس او خطوه واحده بس، وشغل بيتم على اكتر من خطوه. والشغل اللي بيتم على اكتر من خطوه ده لازم اقسمه نوعين. ايه هما؟ شغل بيتم على انفينيتي ستيبس، وشغل بيتم دكتور الصوت قطع خالص على definite number of. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ يعني infinite steps عدد لا نهائي من الخطوات. يعني ايه different number of steps؟ يعني رقم محدد. عدد محدد. اقدر ان انا اعد. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت لك على خطوتين 3 10 يوم، طالما حددت يبقى اسمها different.
طالما قلت لك عدد لا نهائي مش عارف احصرها ايه يبقى لو... بناء على عدد ايه هو لو هي انفينيتي يبقى هي ما بتخ... الشغل ما بيخلص او ما بيقفش اعلى دكتور احنا مش سامعين ولا كلمه الصوت قطع الصوت عمال يقطع يا دكتور احنا مش سامعين حاجه خالص لا بقى لا بقى السكن فصل كده تمام دكتور احنا مش سامعين حضرتك ضايع صوتك يا دكتور حسب عدد الخطوات الى ثلاث انواع ايه هما الريفرسبل وورك يعني ايه الريفرسبل وورك يعني شغل ما اقدرش ان انا اعكسه لا يعني الشغل بيتم على كام ستيب خطوه واحده بريشر بيزيد او بيقل تدريجيا تمام طيب او لو تم على اكتر من خطوه بقسمه على نوعين حاجه اسمها انفينيتي ستيبس وحاجه اسمها ديفينيت نمبر اوف ستيبس يبقى انا متوقع كده اجابه السؤال بقى اللي كان زميلكم بيسالوا من شويه إيه اعلى قيمه شغل ممكنه هو انهي شغل انفينيتي ستيبس انفينيتي ستيبس واقل قيمه شغل ممكنه هي مين وان ستيب هي الريفرسبل وورك صح انما لو ديفينيت نمبر اوف ستيبس هيعمل ايه هيجيب لك قيمه الشغل ايه وسط بين الاثنين ولا لا يبقى انا محتاج اطلع قانون دلوقتي محتاج اطلع قانون هو فيه دكتور هو انفينيتي ستيبس يبقى انفينيتي وورك لا ماكسيموم وورك طب ليه مش انفينيتي وورك عشان انا ليا في النهايه هتشوف دلوقتي هتعرف الكلام ده دلوقتي ما تستعجلش يبقى انا دلوقتي ايه المطلوب مني بص بقى المطلوب مني مطلوب مني ان انا اطلع قانون لحساب الورك ريفرسبل على انفينيتي ستيبس هبدا اعملها دلوقتي بعدين مطلوب مني اطلع شغل الريفرسبل على وان ستيبس وان ستيب هدرس وحدرس ده بقى كده اقوم بعد ما اخلص اقوم مطلع قانون لحساب مين الديفينيت نمبر اوف ايه اوف ستيبس يبقى انا محتاج دلوقتي اللي انا اقول لك على قانون معنى اللي انا استخدمه اللي انا هقدر احسب بيه الايه كميه الورك المعموله على كام على انفينيتي ستيبس وعشان ما نتلخبطش يبقى انا هبقى عندي شويه مصطلحات ايه هي لو جيت قلت لك كالكوليت reversible work كلمة reversible work دي لا تطلق إلا على infinite steps يعني different number of steps أقول لك لا خلاص مش هقول عليها reversible work رغم أن هي في النهاية reversible بس عشان أفرق بين ده وده فأنا أدينا قيمة كلمة reversible دي لمين للشغل المعمول على كام على infinite steps طب لو جيت قلت لك كالكوليت الريفرسبل وورك يبقى انت عارف ان انت هتعمله على كام ستيب 1 ستيب طب لو عايز اجيبه على ديفرنت نمبر اوف ستيبس مش هقول لك بقى لا ريفرسبل ولا ريفرسبل حاجه اقول لك ايه كالكوليت ذا وورك دان ديورينج 3 ستيبس الفور ستيبس الالف ستيبس يبقى انا ما قلتلكش عليها ايه ريفرس ما قلتلكش عليها ايه الريفرس بس ايه قلتلك عليها ايه احسب لي كاني بقول لك احسب لي الشغل المبذور على الديفينيت نمبر اوف ايه اوف ستيبس عايز اطلع قانون لحساب الريفرسبل وورك ركز بقى معايا نبدا بالريفرسبل وورك وعشان ابدا اشوف الورك ده طالع ازاي من الريفرسبل وورك طبعا هو ليه اثبات بس انا مش هديك الاثبات بس هديك رسمة توضح لك الحاجة دي لو أنا عندي دلوقتي ما هو الورك
بشغل عن بي دلتا في، مش احنا متفقين على كده ان الورك ايكوال بي دلتا في؟ يبقى انا لو جيت عملت علاقه بين البريشر والفوليوم انا هقدر احسب الورك، هقدر احسب الورك ازاي؟ قال لي عند بريشر بي 1 كان الفوليوم اسمه في 1، قللت البريشر شويه بقى هنا، حصل في الفوليوم زيد بقى هنا، قللت البريشر شويه حصل في الفوليوم زيد بقى هنا، قللت البريشر شويه حصل في الفوليوم زيد بقى هنا، فبقى الكيرف بتاعي عمال يتغير كده لغايه ما اوصل لفين؟ لقيمه البي 2، هيبقى عندها الفوليوم اسمه ايه؟ بي 2. عند البي 2 اهو كان عندي فوليوم اسمه ايه؟ في 2. قال لي وفي هذه الحاله الاريا اللي تحت الكيرف ده هتمثل كميه الشغل ايه؟ ريفرسبل. دي الريفرسبل ورك اللي انا بدور عليه. يبقى الاريا اللي تحت الكيرف هتمثل معايا ايه؟ كميه الشغل المبذول ريفرسبل. طب يعني كاني عملت ايه بقى؟ الناس اللي بتسال كاني عملت ايه؟ كاني بكل بساطه خدت شريحه صغيره اهو، شريحه صغيره اهي، حلو؟ وبدات احركها خلال الايه؟ خلال الكيرف كله، من اول فين؟ من في 1 الى في 2. بدات اجيب الشغل هنا والشغل هنا والشغل هنا والشغل هنا، عدد لا نهائي من الخطوات. بالتالي طلع لي كميه الايه؟ الورك معايا. عشان كده لما نيجي نعملها في الغالب بناخد سمول اليمنت ونعمل له عمليه ايه؟ انتجريشن، تكامل. تمام؟ عشان اقدر اجيب المساحه اللي تحت الايه؟ الكيرف كله. ماشي يا جماعه؟ يبقى لما اجي اقول لك الكيرف ده بيمثل معايا كده دلوقتي الشغل المبذول ريفرسبل، الاريا او المساحه اللي تحت الكيرف بتقسم معايا كميه الشغل المبذول ايه؟ مبذول ريفرسبل. اعمل القانون بتاعه، انا مش هاخد بقى الاثبات، هديك القانون على طول. جيت اثبت القانون بتاعه لقيت ان الورك ريفرسبل، وكلمه ريفرسبل تاني اتفقنا اللي هو بيتم على ايه؟ انفينيتي ستيبس ايكوال 2.3 ان ار تي لوج في فاينل على في انيشال. يبقى هذا القانون لا يستخدم الا في حاله ايه؟ الريفرس الانفينيتي ستيبس، اللي هو اسمه الريفرسبل وورك اللي بيتم على ايه؟ انفينيتي ستيبس. دكتور تاني بعد اذنك القانون ده، بعد اذنك معلش تاني، مش فاهم انت عايز ايه؟ عدد القانون دي 2.3 دي ولا ايه؟ معلش لسه هتكلم على القانون الورك. القانون ده هو القانون اللي انا هستخدمه لحساب مين؟ الريفرسبل وورك. هل القانون ده ناقصه حاجه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف؟ بريشر فين يا دكتور؟ صح. قلت ليه؟ كان بيسال بيقول ايه؟ بسال على البريشر. حلو، ما هو البريشر بقى اتغير مكانه بقى فوليوم، ما تستعجلش برضه. يعني هو القانون دلوقتي بقى كده هعدل فيه اخلي البريشر يظهر لك يعني، ماشي، بس خلينا في الفورمه دلوقتي. ايه اللي ناقص في القانون ده؟ قال لي ناقص في القانون ده فعلا البلس والماينس. هو انا هنا مش احنا قلنا البلس والماينس دي تعني الورك دان باي والورك دان اون؟ ده القانون ده يمشي في كله، بس لو ورك دان باي يعني اكسبانشن لازم اكتب قبليه ايه؟ بوزيتيف. لو ورك دان اون يعني عمليه كومبريشن لازم اكتب قبليه ايه؟ نيجاتيف. معايا نيجاتيف؟ خلاص. يبقى ما انساش في كل القوانين اللي هندرسها كلمه بلس اور ماينس دي تعتمد على ايه؟ على اتجاه الورك، هل هو اكسبانشن ولا ايه؟ ولا كومبريشن. طب نمسك القانون ده، ايه هي 2.3؟ 2.3 ده ثابت. طب ما هي الان؟ عدد المولات اللي هي عباره عن ايه؟ الويت نبقى بالجرام على الميكر ويت، صح؟ ما هي تي؟ درجه الحراره بالايه؟ بالكلفن. ما هي الار؟ الكونستنت اللي هو 0.082 او 8.314.
قال لي لا بقى. قال لي وهنا بالذات ما ينفعش الار الا بالقيمه دي بس او بقيمه تانية اللي هي كام 8.314 في 10 باور نيجاتيف 3 كيلو جول بير مول كلفن. يعني القيمه اللي هي 82 من 1000 او 0.082 دي راحت فين؟ قال لي ما عادش ليها وجود عندي. حلو. ليه بقى؟ قال لي ان بكل بساطه لو رجعنا للقانون دلوقتي زي ما انت شايف كده الفوليوم ده اليونت بتاعه ايه؟ وليكن لتر. والفوليوم ده اليونت بتاعه ايه؟ لتر. مش انا اقسم لتر على لتر، اليونت ذات نفسها بتختفي؟ يعني انا دلوقتي ما بعتمدش على اليونت بتاع الفوليوم. بلاس الوقت البريشر ملهاش دور. يبقى الار هنا هتعتمد على ايه؟ قال لي في هذه الحاله الار هنا هتعتمد على اليونت بتاعت مين؟ الورك. وما هو الورك؟ قال لي الورك هو نوع من انواع الانرجي اللي اليونت بتاعه عباره عن ايه؟ جول. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني ما ينفعش ان انا استخدم الار هنا ب 0.082 وغصب عني لازم استخدم الار بكام؟ ب 8.314. يعني ايه؟ قال لي يعني الار لا تستخدم ملهاش قيمتين الا في حاله واحده بس اللي هي مين؟ بي في ايكوال ان ار تي. انما اي حاجه فيها انرجي الار لازم تبقى بكام؟ ب 8.314. خلاص. يبقى اذا معلش يا دكتور عندي قانون لحساب الورك ريفرس الار هنا لا تعتمد على الفوليوم على اليونت بتاعت الفوليوم. احنا كنا بنقول الار تعتمد على اليونت بتاعت الفوليوم والبريشر. لو البريشر بالاتموسفير الفوليوم باللتر الار بكذا. هنا لا، هنا الار تعتمد على اليونت بتاعت مين؟ بتاعت الورك. يبقى الار بقيمتين بس. امتى؟ قال في حاله واحده بس اللي هي ايه؟ اللي هي بي في ايكوال ان ار تي. غير كده الار بقيمه واحده في المنهج كله. الار بقيمه واحده اللي هي كام؟ 8.314. خلاص. يبقى انا كده درست قانون لحساب الورك ريفرسبل. وكلمه ريفرسبل معناها ايه؟ دون اون انفينيتي ستيبس. على انفينيتي ستيبس. حلو. طيب اللي قال لي من شويه، طب البريشر راح فين يا دكتور؟ فين هو مش ظاهر؟ هقول لك لا، البريشر ظاهر جدا. مش العمليه دي تمت ات كونستانت تمبريتشر؟ يعني بي 1 في 1 ايكوال بي 2 في 2. يعني في 2 على في 1 ايكوال ايه؟ بي 1 على بي 2. صح الكلام ده؟ او في فاينل على في انيشيال ايكوال ايه؟ في انيشيال على في فاينل. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني القانون بتاع الورك ريفرسبل ليه شكلين، ان الورك ايكوال بلس اور ماينس 2.3 ان ار تي لوج في فاينل على في انيشيال لو معايا فوليوم. طب لو مش معايا فوليوم معايا بريشر، قال لي يبقى الورك ايكوال بلس اور ماينس 2.3 ان ار تي لوج بي انيشيال على بي فاينل. ده صح وده صح. يعتمد على ايه؟ انا معايا فوليوم ولا معايا بريشر معايا. ويبقى القانونين دولت بيتموا في حاله مين؟ ريفرسبل وورك. الناس اللي كانت بتسال على البي فين راحت فين، ظهرت ولا لا؟ ايوه دكتور. خلاص. يبقى القانون ده هنحفظه للورك ريفرسبل. اجي اقول لك كالكوليت ذا ريفرسبل ورك، خلاص يبقى انا استخدم مين؟ استخدم هذا القانون ده او ده حسب اللي انا مديهولك فين في المساله. طيب ممكن جزء تاني بقى، ممكن جزء الار تاني. طيب انهي جزء؟ الار. الار كونستنت بتاع الار. الار ب 8.314 يعني مش بقيمتين، هي قيمه واحده يعني.
خلاص. طيب لو انا حبيت اعمل قانون لحساب الـ irreversible work لو اسمه W irreversible، طيب عشان احدده قال لي ما ترسم الكيرف الاول بتاعه، وزي ما اتفقنا الكيرف هو علاقة بين مين ومين، بين البريشر وبين مين وبين الفوليوم. تقدر تقول لي شكل الكيرف ده هيبقى عامل ازاي؟ عايز حد كده يقول لي شكل الكيرف ده هيبقى عامل ازاي؟ خط، خط ازاي؟ مايل ولا افقي ولا هيروزون ولا عمودي ولا ايه بالظبط كده يعني؟ وده ممكن من غير خط اصلا، نقطتين بس. وهيبقى دوت اصلا؟ هيبقى تشنج مفاجئ. ايوه من افقي لعمودي ممكن. ده نقطة قديمة ولا نقطة جديدة؟ لا من عمودي الافقي. حلو، ركز معايا بقى في الرسم. كان ال بي 1 وادي قصادها كان في عندي في 1، هو البريشر الورك ده حصل ازاي؟ على 1 ستيب حصل فيه ايه؟ البريشر زاد او قل فجأة، صح؟ يعني ايه فجأة؟ يعني انا كنت البريشر بتاعي هنا فجأة لقيت نفسي هنا لغاية ما وصلت عند البي 2، يعني التغير من البي 1 لبي 2 تم فجأة. طيب هل اما البريشر يتغير هل الفوليوم هيبدا هيفضل زي ما هو ولا لازم يتغير هو كمان؟ المفروض يتغير. حلو، يبدا يتغير امتى؟ يبدا يتغير اما وصلت للبريشر الجديد، يبدا يتحول من في 1 لفي 2، فاصبحت الاريا دي هي دي اللي بتمثل الورك معايا. طيب لو انا كنت هرسم الكيرف ده ريفرسبل زي الكيرف اللي فات كان هيبقى عامل ازاي؟ كان هيبقى عامل كده اهو. يبقى الحته دي اللي في النص بينهم دي، دي بتمثل ايه؟ اللي هي المنطقه دي، لا دي بتمثل الحته دي بس اللي ده الفرق بين الاثنين. لا لو ريفرسبل يبقى كله لغايه تحت، يعني ده الفرق الزياده ده كده الاثنين على بعض كده ده ريفرسبل، اللونين على بعض كده ده ريفرسبل. حلو، انما اللون الازرق لوحده ده، اللون الاخضر لوحده ده ايه؟ ده الريفرسبل اهو، المقدار كله على بعضه ريفرسبل. يبقى المنطقه دي بتمثل ايه؟ ده الدبليو ريفرسبل ماينس ايه الورك ريفرس. يبقى هنا بقول لك فعلا ان الورك ريفرسبل ماله اعلى كقيمه من مين؟ الريفرس. الورك، فهمنا يا جماعه الشكل عامل ازاي؟ الورك ريفرسبل هو اللي معمول بالاخضر، الورك ريفرسبل هو اللي معمول بالازرق والاخضر الاثنين. مش احنا قلنا اهي فوق الاريا دي كلها هي دي اللي بتمثل الورك اهو، مش ده اللي احنا قلناه؟ مش قلنا الاريا دي كلها بتمثل الورك؟ ادي الاريا دي كلها هناك. انا قسمت الاريا لنوعين، اريا جزء بيمثل الريفرسبل، الريفرسبل اهو اللي هو اللي بالاخضر، وجزء تاني كله بقى بيمثل ايه؟ الريفرسبل وورك. يبقى المنطقه بينهم اللي هي بالازرق دي هتمثل ايه؟ الفرق بين الاثنين. طيب بناء عليه ممكن اسالك سؤال؟ ايه القانون اللي انا هستخدمه؟ علشان دكتور الريفرسبل ده كله الرسمه كلها ولا؟ الرسمه كلها ريفرس. طيب الريفرس يبقى الفرق بينهم ايه؟ الازرق ده بيمثل ايه؟ ريفرسبل ماينس ريفرسبل. اسال السؤال الثاني. هو مش مفروض ان مفيش تشنج بيحصل ان نو تايم، يعني ما ينفعش ان يحصل دروب فجاه كده، لازم يبقى بميل سنه؟ طيب مع فرق التشبيه هعمل لك همثل لك حاجه. ايه الفرق اما انت تيجي تقعد فوق عربيه، ما تيجي تقعد كده انت واصحابك تلاقوا عربيه وانتوا تعبانين جدا، بتقوموا عاملين ايه؟ رايحين قاعدين على اي عربيه موجوده، بيحصل ايه في العربيه؟ تنزل تحت. طب صح؟ أه. طيب لو انا قعدت شويه اكتر او واحد تاني جه قعد هتطبق اكتر وهكذا.
خدت مراحل مني ولا لا؟ يبقى دي ريفرس. مع عربيتين يخبطوا في بعض بيحصل ايه؟ طب بقى مراح لا بالتدريج. تدريج بسيط قوي يعني. يعني اذا الورك دان هنا على وان ستيب ولا على خطوة؟ لا على وان ستيب. لا اتكلمت لسه من ساعتها بسمعك. اذا لو عربيتين خبطوا ببعض بيحصل شغل ايه؟ فجأة التأثير بيتم على كام ستيب، فبيحصل التغير من بي 1 لبي 2 دايركت على طول، فيبدأ الفوليوم يتغير لما وصلت لايه؟ للبي 2. طلعنا قانون الحساب الورك انفرس اللي ايه؟ ان الورك انفرس بالايكوال بلس اور ماينس ان ار تي ان نمبر اوف مول، والار هي 8.314 وتي هي درجه الحراره بالكلفن في 1 ماينس بي فاينل على بي انيشال. حبيت اعمل نفس الحركه بتاعه القانون اللي في شيل بي فاينل على ايكوال ايه؟ الفي انيشال على الفي فاينل. حلو، يبقى انا اقدر اقول لك ان الورك ريفرسبل برضو بيساوي بلس اور ماينس ان ار تي في 1 ماينس في انيشال على في فاينل. ده صح وده صح. مرة أنا في محاضرة وحكلمك بعد ما أخلص. ماشي يا مرة، أنا آسف جدا. السلام عليكم. خلاص يا جماعة؟ سامعني؟ طب دكتور هو عمليا ممكن فعلا أعمل الريفرسبل ده في المعمل يعني؟ طبعا، بس مش في كل الحالات. ماشي؟ ما هو الانفجار عمليا أهو، أديك مثال. لو اسطوانة غاز انفجرت، الانفجار ده بيتم على ايه؟ على كام ستيب؟ وان ستيب. يعني ده الريفرسبل ورك ولا لا؟ ماشي. يبقى اذا انا عندي قانونين اهو لحساب مين الريفرسبل ورك اللي هو بيتم على كام؟ على وان ستيب. هوقف بقى ثواني وركز لك اللي احنا قلناه كله. يبقى انا دلوقتي خدت كام قانون؟ قانون لحساب الريفرس الورك بيقول لي ان الورك ايكوال بلس اور ماينس 2.3 ان ار تي في 1 ماينس بي فاينل على بي انيشال، او العكس اللي هي في انيشال على في فاينل. قانون لحساب الريفرس بيقول لي ان الورك ايكوال بلس اور ماينس ان ار تي في 1 ماينس بي فاينل على بي انيشال، والعكس اللي هي في انيشال على في فاينل. هل في حاجه تانية احنا خدناها؟ اللي هو الورك ورك الاساسي بقى القديم. حلو، ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ هو جنرال يعني ريفرسبل. او لا مش جنرال، هو تم على كام ستيب؟ ستيب واحده واحده كل مره. يبقى الاسم يبقى ايه؟ الريفرس. يبقى انا عندي قانون الريفرس بيقول لي ان الورك ايكوال بلس اور ماينس بي فاينل دلتا في. قال لي يعني انت عندك قانونين حساب. الصوره عند الشورت يعني انا عندي قانونين. حاضر، هتشتغل دلوقتي لحساب الورك الريفرس. ايه هما؟ بلس اور ماينس ظهرت ولا لسه؟ لسه. يبقى انا عندي قانونين لحساب الورك الريفرس. طبعا هطلع وادخل تاني.
هي ظاهرة كده. هو مش القانون الاولاني كان فيه لوج بتاع الريفرسبل؟ لا انا كنت اسال برضه نفس دكتور على الدرجة بتتكلم. دكتور عامل ميوت. ماشي يا جماعة. طبعا باشمهندس اللي قال لي على قانون اللوج ده برافو كلامك مظبوط 100%. طيب ارجع اقول لك تاني بقى، يبقى انا عندي قانون واحد لحساب الريفرسبل ورك حلو، بس انا بعتبر الاثنين واحد، هو اختلاف بريشر او فوليوم ده مش قصتي يعني. انما انا عندي كام قانون لحساب الاير ريفرسبل ورك؟ اثنين. حلو، استخدم مين فيهم؟ قال لي استخدم الاثنين عادي بس حسب الجيفنز. بس في حاجه، لو انا جيت زي ما قلت لزميلك من شويه حصل عندي عمليه انفجار، الفي فاينل بكام هنا؟ انفينيتي. هو مفيش بريشر كده، مش عارف اجيب، يبقى انا مش هقدر استخدم القانون الثاني، وكمان مش هقدر استخدم القانون هو في انيشال على في فاينل، انما لازم استخدم اني قانون البي انيشال، البي فاينل على بي ايه؟ على بي انيشال. يبقى اذا في حاجات لازم، بس زي ما هنشوف بعد شويه لازم نركز فيها عشان ما نتلخبطش. طيب انا خدت حاجه تاني دلوقتي، خدت الورك المعمول على خطوه ومعمول على انفينيت ستيبس، هاخد امثله كده بعد كده اديك النوع الثالث عشان نفهم. طيب انا كان عندي غاز الضغط بتاعه 10 باور 7، قمت جاي مقلل الضغط بتاعه بقى 5 في 10 باور 6، قللته تاني بقى 10 باور 6، قللته تالت بقى 10 باور 5. انا عندي غاز اهو الضغط بتاعه كام؟ 10 باور 7، قمت جاي مقلل الضغط عليه شويه بقى كام؟ بقى 5 في 10 باور 6، قمت جاي مقلل الضغط عليه تاني بقى كام؟ بقى 10 باور 6، قمت جاي مقلل الضغط عليه تالت بقى كام؟ بقى 10 باور 5. السؤال بقى، الورك هنا بيعتبر انهي حاله من الحالات اللي عندنا؟ هل هو تم على انفينيت ستيبس ولا وان ستيب ولا ديفينيت نمبر اوف ستيبس؟ ديفينيت نمبر اوف ستيبس. ليه؟ والديفنت دي كم حاله يعني؟ كم مرحله؟ كم خطوه؟ ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. مين وافق اللي هي ديفنت نمبر اوف ستيبس؟ هم ثلاث خطوات. انا بسمع. مين موافق ان الشغل ده معمول على ديفينيت نمبر اوف ستيبس؟ ايوه دكتور. هو دكتور على حسب برضه. حسب ايه؟ يعني في ستيب 1 دي من اتغيرت مره واحده. لا انا بتكلم على العمليه ككل. ككل دي ديفينيت. حلو. قال لي والكلام ده غلط. ليه؟ قال لي انت شايف الشغل تم على 3 4 خطوات حلو قوي، فانت قمت ايه؟ ضحكت عليك. ليه؟ انت شفت ثلاث خطوات يبقى هو ديفرنت نمبر اوف ستيبس، انما انت ما ركزتش في اللي انا قلت لك كالكوليت الريفرسبل ورك. انا اديك اللي انا اديهولك، اديك اي خطوات مليون خطوه براحتي، واطلب اللي انا عايزه.
انا بقول لك كالكوليت ذا ايرفرسبل وورك. ما المقصود بكلمه ايرفرسبل وورك؟ يعني ايه؟ يعني من الاول للاخر على وان ستيب، ما يهمنيش اللي في النص ده اللي حصل. خدت بالك من اللي انا بقوله؟ اه انا مديهولك على ثلاث دكتور هو صوت قطع خالص، بس انا مش عايز الشغل اللي مبذور على ثلاث خطوات على وان ستيب. الكلام اللي فاتنا سمعناه وش يا دكتور؟ انا حسنا شغال هوت سبوت، فكل ما حد يتصل يقطع، فانا قفلت الصوت كده. سامعين تمام يا دكتور؟ بس فرق بيقطع بسيط، بيقطع بس يا دكتور، مش مشكله. الحمد لله احنا بنسمع، يعني دي اهم حاجه. يعني يبقى الريفرسبل وورك ده مقصود بايه؟ من الاول للاخر على كام؟ على وان ستيب. يبقى انا عوض هنا اهو الورك ايرفرسبل ايكوال، مليني بقى بلس اور ماينس ولا بلس بس ولا ماينس بس؟ البريشر قال لي بلس ماينس بلس ولا ماينس؟ بلس عشان البريشر قال لي في الفوليوم زي يبقى بلس ان ار تي 1 ماينس بي فاينل على بي انيشال. فين البي فاينل؟ اهي. فين البي انيشال؟ اهي. يبقى 1 ماينس 10 باور 5 على 10 باور 7. شفت بقى؟ حضرتك يا دكتور انا في حاجه علي صوتك بتقول ايه؟ السكرين من الزهره ده يعني واقفه. وانا هفضل كل شويه اطلع وادخل بقى ولا ايه؟ ولو حضرتك يا دكتور بتشرح فاحنا والله هو المايك بس دكتور افتح المايك يا جماعه اما اطلع بره وجوه قولوا لي ان المايك مقفول. طيب حضرتك. يبقى انا لما اجي اقول لك دلوقتي هعيد اللي انا قلته. لما اجي اقول لك كالكوليت ذا ريفرسبل وورك يبقى معناها ايه؟ من الاول للاخر على خطوه واحده، ما يهمنيش انا مديك ايه في النص. حلو. طب لو قلت لك كالكوليت ذا ريفرس بالوورد فنايت من الاول للاخر على عدد لا نهائي من الخطوات، وكلمه عدد لا نهائي من الخطوات معناها ان انا لازم اعوض في القانون اللي فيه اللوج، ومعنى اللي انا عوضت في القانون اللي فيه اللوج ان انا عملت العمليه دي على عدد لا نهائي من الستبس. هاي اقول لك كالكوليت ذا ريفرسبل ورك هتبقى ايه؟ اللي ايه؟ يبقى الورك ريفرس ايكوال بلس 2.3 ان ار تي لوج. هو انا معايا هنا فوليوم؟ لا انا معيش فوليوم، انما انا معايا ايه؟ معايا بريشر. لوج ايه؟ بي انيشال على بي ايه؟ على بي فاينل. معايا ده بي انيشال ب 10 باور 7، بي فاينل ب 10 باور اجيب الورك معايا. يبقى اذا انا ما يهمنيش المساله اديتها لك على كام خطوه،
انا يهمني انا عايز ايه. انا لازم نكون متفقين على مبدا كالكوليت ذا ايرفيرسبل ورك. كلمه ايرفيرسبل ورك معناها ايه؟ معناها من الاول للاخر على كام؟ على وان ستيب. الريفيرسبل ورك معناها ايه؟ من الاول للاخر على انفينيت ستيبس. ودي معناها ان انا لازم اعوض في قانون مين؟ الريفيرسبل ورك. تمام، اللي هو في اللوج. طيب ممكن بقى اجي اقول لك ايه؟ كالكوليت الورك دان ديورينج ذيس ستيبس. وكلمه ذيس دي معناها ايه؟ ذيس دي معناها كده ديفينيت، ان انا عندي مجموعه هتبقى القانون بتاع الديفينيت نمبر. تقدر تقول لي ايه هو القانون بتاع الديفينيت نمبر؟ ورك 1 او اسمها الورك كل مره. يعني ايه؟ صح جدا. قال لي يعني انا ما حساب بالظبط، انا ما عنديش قانون لحساب الورك على الديفينيت نمبر اوف ستيبس، انما بحسبه ازاي؟ قال لي ما هو الديفرنت نمبر اوف ستيبس انا بعتبر ان من هنا لهنا ده الريفرس، هحسب الورك هنا الريفرس، ومن هنا لهنا الريفرس، هحسب الشغل هنا الريفرس، ومن هنا لهنا الريفرس، هحسب الشغل هنا الريفرس ولا لا. يبقى انا هعمل ايه؟ زي ما عملنا في المساله اللي فاتت اللي هي 1300، انا هعتبر ان كل خطوه من دي الريفرس، هجيب لها الورك، هجيب W1، هجيب W2، هجيب W3، اجمعهم على بعض يطلع لي ايه؟ الورك المبذور على ديفينيت نمبر اوف ستيبس ولا لا. يبقى انا ما عنديش الا قانونين اتنين يا جماعه، قانون لحساب ريفرسبل ورك وده بستخدم فيه اللوج، عدد لا نهائي من الخطوات. قانون لحساب الريفرسبل ورك وده بيتم على كام ستيب؟ وان ستيب. طب الحاجه اللي في النص قال لي ما اقدرش اعتبرها حاجه، انما اعتبرها ازاي؟ اعتبر ان كل خطوه من الخطوات دي irreversible step، عوض في القانون irreversible. W1 W2 W3 اجمعهم على بعض جبت مين؟ جبت الورك المبذور على 3 steps او 10 steps او 1000 steps او اي حاجه من دي ولا لا. تمام، يعني انا لما اجي احل هنا او ما قايل لك اهو، يبقى الورك ايكوال W1 بلس W2 بلس W3، وكل واحد من ده هعتبره irreversible. يبقى اذا بلس ان ار تي واحد ماينس بي فاينل بكام؟ مليني بي فاينل بكام في الدبليو 1؟ 5 في 10 باور 6. وبي انيشال بكام؟ 10 باور 7. بلس ان ار تي لوج في 1 ماينس بي انيشال اللي هي 10 باور 6 بي فاينل قصدي اللي هي 10 باور 6 على 5 في 10 باور 6 بلس ان ار تي في 1 ماينس 10 باور 5 على كام؟ على 10 باور 6. قدرت اجيب الشغل ولا لا؟ حلو. طيب حاجه اقول لك علق على النتائج، مين في الثلاث خطوات دولت يا جماعه اعلى شغل وليه؟ يعني انهي واحد؟ اللي هو واحد اللي هو قدامنا ده، ده اعلى شغل الريفيزبل. لا تاني شويه في اللوج، يعني ده ولا ده ولا ده طبعا الورك ريفرسبل على انفينيتي ستيبس هيبقى اكبر من الورك على 3 ستيبس، اكبر من الورك على اللي هو الريفرسبل. ليه؟ عشان كل ما زاد عدد الستيبس كل ما زاد الكونتنت، عشان كل ما النمبر اوف ستيبس انكريز الاماونت اوف ورك ايه انكريز. انا كده على فكره خلصت شرح، انا بحل مسائل دلوقتي، انا مش بعمل حاجه اكتر من بديك افكار المسائل. ادي اول فكره اهي. ايه اول فكره؟ اول فكره عندي اللي انا هجيب لك كذا ضغط
واقول لك احسب لي عندي كان عندي غاز تحت ضغط كذا تحول لكذا 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 احسب لي الريفرسبل وورك. خلاص انا هشوف انت فاهم ولا لا. احسب لي الريفرسبل وورك هشوف برضو انت فاهم ولا لا. احسب لي الورك دان خلال خطوتين الثلاثة الاربعة العشرة زي ما انا اقول لك معايا واقول لك علق على النتائج. فانت بتيجي تعلق على النتائج هتقول لي ايه؟ ان الورك المعمول على انفينيت ستيبس اعلى من الديفينيت نمبر اوف ستيبس اعلى من الوان ستيب. ليه؟ عشان increasing the number of steps lead to a increase the amount of a of work. طب دكتور هو ايه سبب التسميه؟ تسميتي reversible و irreversible هفهمها لك بطريقه برضو مع اختلاف التشبيه. اما عربيتين يخبطوا في بعض خبطوا في بعض صدلي ولا لا؟ اه. هل بينفع ترجع تاني زي ما كانت العربيه؟ ما افتكرش. حلو يبقى اذا غير انعكاسي ماشي في اتجاه واحد. ان انا لما اجي اقعد انا على العربيه العربيه بتطبق. طب لو قمت ممكن تتفرد يعني اذا بتمشي ريفرسبل بوجود المؤثر بيتغير وفي ازاله المؤثر بترجع زي ما كانت. هو ده الفرق بين الريفرسبل والريفرسبل. يعني الغاز لو ضغطته في الريفرسبل ما ينفعش ارجعه تاني؟ في الريفرسبل لا هقدر ارجعه تاني بس هحتاج ايه؟ ما انا برضو برجع العربيه تاني بس لازم اوديها لسام كاري يعمل شويه شغلانات كده لغايه ما ترجع تاني صح. انما أوه. العربيه ما قعدت عليها اتطبقت رجع تاني لوحدها ولا لا؟ اه هو ده الفرق. محتاج مجهود بس محتاج ان انا اعمل شغل عشان ارجعه تاني كما كان. طب يا دكتور بعد اذن حضرتك مجموع الورك اللي هو في الخطوه اللي قبل الاخيره اللي هو الريفرسل تمام اللي هو الانفينيتي ستيبس لا ما اللي هو ورك 1 زائد ورك 2 زائد ورك 3 دول كده الورك اللي هو الناتج اللي طالع ده كده هيبقى ورك ريفرس صح؟ ريفرس بس ما تقولش ريفرس ريفرسبل وسكت يبقى انفينيت ستيبس. عايز تقول ريفرسبل قول ريفرسبل خلال ثلاث خطوات عشان يبقى انا محدد عدد الخطوات اللي تم. انما ريفرسبل وسكت يبقى انفينيتي. تمام فهمت؟ ريفرسبل وسكت يبقى انفينيتي. انما ثلاث واربع عشان افرق بقى انا معايا ثلاث ولا اربع ولا 10 خطوات لازم اقول ايه؟ ريفرسبل ورك خلال اربع خطوات ريفرسبل ورك خلال 10 خطوات عشان كده بقول ايه؟ ديفينيت نمبر اوف ستيبس. دي اول فكره. احنا عندنا ثلاث افكار. طب معلش يا دكتور نعم حضرتك لما قلت والتعليق على النتائج المفروض ان كل حاله منهم لها تعليق لوحدها يعني او اقول اللي حصل؟ لا لا انت هتقول التعليق ان الورك ريفرسبل اعلى من الورك على 3 ستيبس اعلى من الورك ريفرسبل عشان increasing the number of steps lead to a increase the amount of work. تمام شكرا. دي اول فكره يا جماعه. تاني فكره بقى فكره سهله وكلمنا عنها من شويه بس لازم نقولها. لو عندي عمليه انفجار او حصل عندي عمليه اكسبلوجن اللي هو انفجار هل العملية دي هتمشي ريفيرسبل ولا إيه ريفيرسبل؟ هي ريفيرسبل. ليه؟ عشان هي وان ستيب يعني إذن كلنا متفقين إن ما ينفعش يحصل عملية انفجار وتسمى ريفيرسبل. أي عملية انفجار لازم تبقى صح كده؟ حد عنده اعتراض؟ معلش يا دكتور ممكن تعدي تاني بس عشان لو حصل انفجار هل الورك ده يبقى ريفرسبل ولا ايرفرسبل؟ ريفرسبل بس ليه بقى مش فاهم؟ صادلي فيحصل يبقى ايرفرسبل لانه تم صادلي. هو انا بتستأذن الاسطوانه اللي هي تنفجر هقول لك انا هنفجر بعد دقيقتين هنفجر بعد نص دقيقه هنفجر بعد ولا بتتم فجأه؟ تمام مش هتاخد وقت معين من الزمن اثناء الانفجار ده؟ لا 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 وقت معين من الزمن دي بتنفجر في ثانيه واقل من ثانيه كمان
بس تمام؟ مش لحظيا يعني بيبقى في وقت لحظيا هو الانفجار ما بيتمش بيتم مش لحظي اسطوانات الغاز اللي بتنفجر ما بتتمش لحظي طبعا بتتم لحظي ولحظي كمان تمام طيب عندي بقى هنا كذا نقطه مدام الريفرسبل يبقى قانون ايه ان ار تي في 1 ماينس بي فاينل على بي انيشال القوانين اهي ان ار تي 1 ماينس في انيشال على في فاينل ان ار تي سوري بي فاينل دلتا في لا لا ده القانون الثاني لا صح طب ليه عشان انا ما عنديش الفي فاينل فوليوم يعني اذا كل مسائل يبقى في جميع مسائل لما يجي يحصل عملية انفجار يجيب لك مسألة فيها انفجار يبقى أنا ما عنديش حل إلا اللي أنا عوض فين القانون الأولاني ده بس ما عنديش حل تاني في هذه الحالة في هذه الحالة البي فاينل بكام 1 أتموسفير صح في هذه الحالة لازم البي فاينل يبقى 1 أتموسفير ليه البي فاينل بوان اتموسفير عشان هو انفجر للضغط الجوي فبقى البي فاينل بتاعك كام 1 اتموسفير يبقى جميع مسائل الانفجار جميع مسائل الانفجار الريفرسبل وورك ما بستخدمش فيها ايه ومش الاتموسفير بيختلف من مكان للتاني بس احنا بنتكلم خلاص لو قال لك الاتموسفير تاني ماشي انما انا بتكلم على الظروف الطبيعيه واللي هي 1 اتموسفير يعني تمام ماشي يبقى جميع مسائل الانفجار الورك عندي لازم يبقى الريفرسبل وورك لازم استخدم القانون ده بس لازم البي فاينل يبقى بكام ب 1 اتموسفير صعب الكلام ده طيب انا ممكن اضحك عليك بقى بحاجه دكتور معلش قول هو مثلا انفجار ده تم في ميه او في اي حاجه تاني ممكن اقول لي بقى ضغط الميه ساعتها مش شرط تبقى ضغط الهواء بالظبط بالظبط معلش دكتور استاذ حضرتك بس اطلع انا مش سامع بتقول ايه استاذ حضرتك بس تطلع شويه السلايد عشان في حاجات ما لحقتش اكتبها بس بسرعه طب اخلص المثال ده وارجع لك تاني لو قلت لك الشكل ده السلندر ده تقدر تقول لي تحسب الورك هنا ازاي لو حصل انفجار للسلندر ده احسبه ازاي احسبه بقانون الفوليوم ازاي بريشر 1 على بريشر 2 ايكوال فوليوم على فوليوم 1 لا احسب البريشر جوه احنا قلنا ما ينفعش استخدم قوانين الفوليوم في حاله أوه. الانفجار اشوف الاول في بي ايكوال بقانون بي ايكوال يعني انا مش شرط صح كلامك 100% يبقى انا مش شرط اديك كل حاجه جاهزه انما انا ممكن اخليك تستخدم اكتر من قانون في حل المساله ادي سلندر اهي مش جواها غاز استخدم بي في ايكوال ان ار تي ادي الان وادي التي وادي الفي اعرف اجيب من هنا مين البي اللي هي انسايد ذا سلندر اللي جوه السلندر اللي انا هسميها ايه بي بريشر اللي انا كنت بادي بي بي انيشال بي في ايكوال ان ار تي عادي جدا اهو جبت البريشر اللي جوه يبقى انا جبت البي انيشال والبي فاينل بكام واحد والتي معايا بالكلفن والار معايا ب 8.314 والان معايا باتنين اهي او باي رقم يديهولي اعرف اجيب الورك ولا لا يبقى ما تخضش انا بس عليا اللي انا افهم انا عايز بريشر طب ما البريشر بي في ايكوال ان ار تي جبت البريشر اللي جوه اللي هو هينفجر يروح للبريشر الخارجي يبقى معايا البي فاينل ب 1 وفي انيشال انا حسبته ومعايا الار والتي والفي
اعرف اجيب الحاجه اللي معايا ولا لا وهكذا. خلاص طيب اللي كان باشمهندس دكتور عايز يطلع فوق هعوض يا دكتور الار عادي يعني ب 82 من 1000 الار في كل مسائل في كل مسائل المنهج كله بقيمه واحده 8.314 الا في حاله واحده بس اللي هي بي في ايكوال ان ار تي بس هي اللي ممكن تبقى ايه كومتين غير كده الار بقيمه واحده 8.314 تمام. طب يا دكتور ما هو القانون هو بي في ان ار تي هنستخدم الار الثانيه مش كده انا هحول البريشر مش هستخدمه اي تي ام لا ده حاجه ده قانون ده قانون تاني استخدم اللي انت عايزه بي في ايكوال ان ار تي لو البريشر لو البريشر بالاتموسفير استخدم الار ب 0.082 ده قانون وده قانون انا هنا اللي انا بتكلم فيه ما ينفعش استخدم القانون ده ان الورك ايكوال ان ار تي في 1 ماينس بي فاينل على بي انيشال ما ينفعش اقول الار هنا ب 82 من 1000 ما ينفعش انما في القانون ده اقدر اقول الار بكام ب 82 من 1000 او 8.314 تمام يا دكتور شكرا الار بقيمتين في حاله واحده بس بي في ايكوال ان ار تي لو انا معايا قانون بي في ايكوال ان ار تي اعوض زي ما انا عايز طب معايا قانون تاني وطبعا القانون اللي احنا خدناه امبارح برضو اللي هو فاندر فالز ايكويشن ده صح ما هو ده يعتبر بي في ايكوال ان ار تي برضو مش ده كان تعديل لي ايوه تمام يعني اي حاجه فيها بي في باشكالها الار بقيمتين انما بقيه المنهج كله الار بقيمه واحده ب 8.314 يبقى اول فكره في المسائل اللي انا اديك كذا حاجه زي بالشكل ده واقول لك اعمل ايه واقول لك احسب لي البريشر احسب لي الورك باي شكل من الاشكال الفكره الثانيه لو حصل عندي عمليه ايه انفجار طيب بقيه الفكره الثانيه دي برضو محتاجين نتكلم فيها طب انا عندي اسطوانه فيز ركز بقى معايا في الحته دي دكتور ممكن قبل ما اسال في حاجه بس ما هو احنا لو استخدمنا هنا بي في ايكوال ان ار تي الار هنا ب 0.082 صح طيب ايه المشكله ماشي بقى لما ناخد لما نستخدم بقى القانون بتاع الايه الايرفيسيبل الار هنا 8.14 عشان الورك يطلع بالجول صح بالظبط كده بالظبط كده طيب ماشي طيب ركز بقى معايا في الحته اللي انا هقولها دلوقتي انا لما حصل انفجار قلت الورك بقى ايرفيرسبل كمان عندي سلندر اسطوانه ما انفجرتش بس حصل فيها تسريب كان عندي اسطوانه ما انفجرتش بس حصل فيها تسريب يبقى جرادولي يبقى تبقى الورك هنا هيتم reversible ولا irreversible reversible ولا ده ولا ده ان الان بتتغير لا انا ماليش دعوه انا بسال دلوقتي reversible ولا irreversible ويبقى جميع مسائل الانفجار او التسريب اللي هي اسمها leakage هيتم عليها نفس الكلام ده هيبقى الورك ايرفيرسبل حلو وهيبقى البي فاينل بوان اتموسفير واستخدم قانون ايرفيرسبل طب ليه هتقول لي ما التسريب ده بيتم بياخد وقت عشان يتم فبيتم على خطوات صح مش اللي انت فكرت فيه هقول لك لا وانا النهارده من ساعه ما بدات الحصه بتاعتنا لغايه دلوقتي انا جبت سيره التايم لا. هل انا التايم او الوقت كان فاكتور من الفاكتورز اللي انا بعمل لها حساب حلو الفرق بين التسريب والانفجار الانفجار العملية كلها بتتم في ثانية انما التسريب هتاخد وقت بس وهي بتاخد وقت الغاز وهو طالع من جوه السلندر بعشرة اتموسفير راح لكام؟ لبريشر كام؟ طلع لضغط جوي كام؟ 1
يبقى الغاز وهو ده طالع من السلندر طالع بضغط 10 بره، لا الضغط الجوي اللي هو كام 1، مش حصل تغير فجائي في الضغط يعني البريشر زاد او قل صدلي. يبقى الورك هنا ايه الريفرس. انا ماليش دعوه بالتايم، ما يهمنيش خد وقت قد ايه، انما يهمني البريشر وهو بيتغير سواء زاد او قل، التغير ده حصل صدلي ولا جراديولي. لو حصل صدلي يبقى الريفرس، حصل جراديولي يبقى ايه، يبقى ريفرس. يعني ايه المحصله في النهايه؟ ان جميع مسائل، ثواني بس، جميع مسائل الانفجار او جميع مسائل التسريب بتاع الغاز هنا بيبقى الريفرسبل، والبي فايل يبقى كام؟ بيبقى ب1 اتموسفير. دي الفكرة الثانية. صعبة؟ تمام. ريفرسبل يا دكتور على الريفرسبل يعني ستيبس صح؟ يعني كذا ستيبس. لا هي الريفرسبل على طول وان ستيب. الغاز وهو بيطلع بيطلع بضغط 10 يروح لضغط 1. هذا بتكلم في الانفجار ولا التسريب؟ في التسريب. يحصل تغير فجائي في الضغط من اللي جوه واللي بره. الفكرة التالتة والأخيرة، ودي بقى أسهل الفكرة ومع ذلك هتغلطوا فيها. أجي أقول كالكوليت كده، أنا اديتك كل أفكار مسائل الورك. هنزل لكم على LMS يا جماعة إن شاء الله الأسبوع ده شيت كامل على الغازات، مطلوب منك اللي انت تحله كاملا ونتناقش فيه المرة الجاية، وتبعته على ترفعه على LMS. خلاص اجي اقول لك كالكوليت المينيموم اند ماكسيمم وورك. ما هو المينيموم وورك وما هو الماكسيمم وورك؟ الريفرس ولا يبقى مينيمم؟ الريفرس ولا يبقى ماكسيمم؟ عايز اسال مينيمم ريفيزبل ولا ماكسيمم هتبقى ريفيزبل انفينيتي؟ على حسب فين انفجار ولا لا؟ يعني ايه برضه مش فاهم؟ انا ماليش دعوه بالانفجار، انا باجي اقول لك كالكوليت الماكسيمم والمينيمم. أكد المينيموم على خطوة واحدة. يعني ما هو المينيموم وورك؟ أنا في النهاية المينيموم وورك عوض أي قانون. الريفرسبل المينيموم وورك ده دكتور الصوت بيقطع قوي. لما يجي اقول لك المينيموم الريفرس الريفرس والماكسيمم، حد عنده اعتراض؟ انا عندي اعتراض. لما اجي اقول لك كالكوليت المينيمم والماكسيمم وورك، ما اقدرش اقول المينيمم وورك هو ريفرسبل والماكسيمم وورك هو ريفرسبل. ازاي ده انت بتقول لنا كده؟ اقول لك لا، لما اجي احل المسائل ده لازم قبل ما ابدا احل لازم ابص كويس العمليه دي تمت اكسبانشن ولا كومبريشن. ايه ده؟ اصل اكسبانشن هحط بوزيتيف وكمبريشن هحط ايه؟ نيجاتيف. هل القانون هنحط نيجاتيف بس ساعتها بقى يعني الريفرسبل هو اللي هيبقى مينيمم. استنى بس، هل القانون اتغير؟ لا. ايه اللي اتغير بس معايا؟ البوزيتيف او النيجاتيف. طيب
فانا متوقع ان لو عملت ريفرسبل في حالة الاكس الصوت بيقطع جدا. جالي اتصال فعشان كده الصوت راح. دلوقتي الصوت هيكون حلو. بص بقى معايا. لو انا معايا عملية اكسبانشن اهو. وعندي عملية تانية اسمها عملية كومبريشن اهي. لو انا معايا ريفرس كان هيطلع لي 1000 وهنا هيطلع لي 1000 برضو. ما انا ما غيرتش هو ريفرس. وعملت هنا ايه الريفرس؟ فطلعها على خط واحدة شغل قليل 100 وهنا 100. حد عنده اعتراض؟ كل ما هزود عدد الخطوات كل ما شغله هيزيد. سامعيني ولا لا؟ ايوه. يبقى الريفرسبل القيمه بتاعت القيمه بتاعت وفي الريفرسبل برضه. بس في حاله الاكسبانشن انا بحط هنا بوزيتيف ولا لا؟ في حاله الكومبريشن بحط هنا ايه؟ في حاله الاكسبانشن بحط هنا بوزيتيف ولا لا؟ في حاله الكومبريشن بحط هنا ايه؟ نيجاتيف. ايه ده بقى؟ يبقى لما اجي اقول لك كالكوليت ذا ماكسيمم ورك في حاله الاكسبانشن مين الماكسيمم؟ الريف الريفرسبل. مين المينيمم؟ الريفرسبل. طب في حاله الكومبريشن مين اكبر؟ النيجاتيف 1000 ولا نيجاتيف 100؟ نيجاتيف 100. نيجاتيف 100. نيجاتيف 100. يعني ايه؟ قال لي يعني الريفرسبل هنا الريفرسبل اعلى من الريفرسبل. يبقى لما اجي اقول لك كالكوليت ذا ماكسيمم اور مينيمم وورك كاني بقول لك ركز الاول انت معاك اكسبانشن ولا كومبريشن. في حاله الاكسبانشن اهو الماكسيمم وورك هتبقى ريفرسبل والمينيمم وورك هتبقى الريفرسبل. والعكس في الحاله الثانيه. في حاله الكومبريشن الماكسيمم وورك هو اللي هيبقى الريفرسبل المره دي. انما المينيمم وورك هيبقى ايه؟ هيبقى ريفرسبل. قاعده مهمه جدا اهي. ما جيش بقى كالكوليت الماكسيمم والمينيمم ومعامل على طول الماكسيمم ريفرسبل والمينيمم عليا ان انا لو معايا اكسبانشن يبقى انا كلامي صح 100%. ويبقى الماكسيمم وورك جاي نتيجه ريفرسبل والمينيمم وورك جاي نتيجه الريفرسبل. انما لو معايا كومبريشن العكس هو اللي صح. يعني ايه العكس هو اللي صح؟ وانا شايف ان الشاشه واقفه هقفل وارجع. لا شغاله خلاص اشتغلت. شغاله بس هو الشيت اللي هينزل ده assignment يعني؟ assignment وتدريب. يعني هتتدرب عليه وتعمله assignment اهو. تمام. ماشي. لا لسه هديك وقتك ما تقلقش. بس اهم حاجه انا ما يهمنيش ان يبقى ديدلاين. انا يهمني ان انت تحله بايدك وتيجي تسال فيه. تسالني بقى وانا في المعمل، تسالني على تيم في المحاضره الجايه، اي وقت تسال ده المهم. بقت القاعده بتقول هي يا جماعه ان في عمليه الاكسبانشن الماكسيمم ورك هيبقى ريفرسبل والمينيمم ورك هيبقى ايه؟ الريفرس. دكتور اما في حاله الكومبريشن الماكسيمم ورك هيبقى الريفرسبل والمينيمم ورك هو اللي هيبقى ايه؟ هو اللي هيبقى ريفرسبل. يبقى انا عندي ثلاث افكار ان انا اديك كذا نوع بريشر واقول لك احسب لي الورك ريفرسبل الريفرسبل على ديفينيت نمبر اوف ستيبس. دي مساله صريحه. او اجيب لك غاز في اسطوانه حصل له انفجار او تسريب، خلاص احنا عرفنا اللي هي برضه صريح الريفرسبل. او اجي اقول لك كالكوليت الماكسيمم اور المينيمم اور. في هذه الحاله محتاج ابص بعينيا هل بيحصل عمليه اكسبانشن ولا
عمليه كومبريشن عشان ابدا اعمل ايه، ابدا احدد شغلي واستخدم انهي كونون. صعب الكلام ده يا جماعه؟ دكتور نعم. ومعلش هو حضرتك لما كتبت النيجاتيف 100 ونيجاتيف 1000 طب يعني هو البريشر اللي هو قيمته 1000 ده اكبر من 100؟ لا فازاي انا اعتبرت منه انا دلوقتي لا ما هو خلي بالك هو اعلى من 100 بس ده في حاله الكومبريشن بيبقى ضغط بالنيجاتيف فبالنسبه لي مش حلو. فالنيجاتيف 100 تاثيرها اقوى من نيجاتيف 1000، النيجاتيف 100 اكبر من نيجاتيف 1000. وخلي بالك من حاجه، السؤال بقى اللي زميلكم ساله في اول المحاضره خالص وقلت له هقوله لك في الاخر، اللي هو قال لي كده كده الفوليوم ماله، مش فانس اللي كان بيسالني، قلت لي الفوليوم ماله، ما هو يطلع نيجاتيف او بوزيتيف. هو ايه اللي هيطلع نيجاتيف او بوزيتيف؟ الفوليوم بيتغير، ما في دو بيبقى لو كبير بيبقى في حاله الكومبريشن. ثواني بس، في حاله الكومبريشن ال V2 اصغر من V1، ال V2 اصغر من ال V1، فغصب عني الدلتا V هتبقى بالنيجاتيف، يبقى ال B دلتا V هيطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. ده هو طبيعته هتطلع نيجاتيف، فانا لما احط النيجاتيف بتاع الاشاره هيعادل لي النيجاتيف ده ويطلع في النهايه الورك بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى دايما دايما الورك عندي سواء كان اكسبانشن او كومبريشن كاشاره هيطلع بالبوزيتيف، بس في حاله الاكسبانشن هيطلع بوزيتيف لوحده طبيعي، في حاله الكومبريشن هيطلع بوزيتيف نتيجه اللي انا احط له الايه؟ في حاله الكومبريشن احط له الاشاره النيجاتيف بتاعي، نيجاتيف في نيجاتيف يطلع بوزيتيف، الورك في كل الحالات اشارته ايه؟ ليه بوزيتيف فاليو معايا. وممكن الحته دي تاني معلش، في حاله الكومبريشن مين اكبر؟ ال V2 ولا ال V1؟ V1 طبعا. يبقى دلتا V، ما هي اي دلتا معناها الاخير ماينس الاولاني، يبقى دلتا V غصب عني هتطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى الورك هيطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. فانا لما احط اشاره نيجاتيف في نيجاتيف يدي بوزيتيف، يبقى الورك في النهايه غصب عني هيطلع اشاره ايه؟ قيمه ايه؟ موجبه. خلاص. طب يا دكتور مش مفروض ان هو اصلا يطلع في الاخر نيجاتيف، لان ده معناه ان انا في انرجي انا بذلتها. ما انا حطيت النيجاتيف من عندي عشان اعادله، يبقى انا عارف ان انا وانا بحط النيجاتيف ان ده بيعادل النيجاتيف اللي طالع. تمام. وانا ليه ما سيبش النيجاتيف؟ عشان ما فيش حاجه اسمها ورك بالبوست بالنيجاتيف، ورك ده انرجي، ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف انرجي. ففي النهايه انا بقول انا طلعت اخذت الكميه دي بس عن طريق الايه اللي انا حصل عندي عمليه كومبريشن. يعني انا يا دكتور بطلعه بالنيجاتيف الاول عشان اجيب المينيمم والماكسيمم بعد كده بعكس الساين ولا ايه؟ لا، انا ما باجي اقارن المينيمم والنيجاتيف والبوزيتيف، انا بتعامل قانون بقى رسمي بحت من غير اشارات. فطلع ان خلاص المينيمم ورك في حاله الكومبريشن هو كذا، فما اجي اعوض بعوض في القانون على طول. يعني لما اجي اقول لك كالكوليت مثلا المينيمم ورك وانا معايا كومبريشن، خلاص انا عارف مينيمم ورك وكومبريشن يبقى ريفرس، يبقى القانون ايكوال ايه؟ انا معايا كومبريشن يبقى الورك ايكوال ايه؟ نيجاتيف 2.3 ان ار تي لوج في فاينل على في انيشال. خلاص انا اخترت القانون الصح، انا بس ان انا اختار القانون الصح. صعب الكلام ما؟ طب دكتور انا بستفيد ايه لما اغير في العب في الورك؟ يعني مش بستفيد حاجه. يعني ايه بلعب في الورك؟ يعني اغيره ازوده انقصه. ما انا كانسان انا مش بزود وبنقص. لا، في بعض الاحيان انا هو كل حاجه عباره عن ورك، العربيه حركتها دي عزم ورك، فانا احتاج اطلع في بعض التفاعلات الكيميائيه باعلى ورك معايا، فانا محتاج اغير واظبط بحيث ان انا اوصل لاعلى قيمه شغل ممكنه معايا، تزود البيستون والحاجات دي كلها عشان تديني ايه؟ تديني عزم. تلاقي في عربيات بتمشي يعني ماشيه سرعتها تجيب اخرها 60، في عربيات تانية بتجيب كام؟ 280 300. ده كل ده بيفرق في ايه؟ في كميه الورك اللي بتطلعها العربيه، في حسابات البريشر اللي بتغير معايا، في حسابات البيستون وهكذا.
أو دكتور معلش، هو مش المفروض النيجاتيف البوزيتيف دي تبقى على حسب قيمة الفي أصلا من الأول، ولا أنا ليه بحط الإشارة دي؟ عشان ما هي بحسب قيمة الفي الأول، بس أنا بحط الإشارة دي عشان في النهاية يطلع عندي الورك ليه قيمة إيه؟ قيمة موجبة، قيمة موجبة لوحدها أو قيمة موجبة باستخدام الإيه؟ باستخدام عامل مساعد اللي هو النيجاتيف فاليو اللي إحنا أو الإشارة نيجاتيف ساين اللي إحنا إيه؟ حطيناها. محتاج منكم اللي أنتم تقروا الورك محاضرة النهاردة دي تاني علشان مهمة جدا، عليها مسائل كتير. هنزل لك الشيت خلال يومين بالكتير، لو ما كانش نزل يعني اعتقد هو نزلوه النهاردة بس انا ما كنتش موجود النهاردة في الكلية فانا مش عارف. مهم الشيت ده لازم تحله، ودايما نكون متعودين ان الاسايمنت الديو ديت بتاعه اسبوع، نزل لك النهاردة يبقى هتسلمه لي بعد اسبوع، نزل لك بكره تسلمه لي بعد اسبوع، نزل لك مش عارف امتى بعديها باسبوع. خلاص، حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ هو بعد ما عاد تسليم يا دكتور هينزل لي موديل انسر ولا حاجه عشان يعني نتاكد ان اجاباتنا صح او حاجه؟ لا لا، الموديل انسر اللي انت اللي هتعملها، انا مش هنزل لك مسائل وحلول. لا لا انا فاهم قصدي، يعني بعد ما عاد التسليم، يعني بعد ما نسلم. انا برضه مش هحفظك، وفي ناس مش هتعمل وهتنقص درجات وترجع تحفظ، لا انا مش عايز كده. انت المودل انسرز بتاعك هو ده اللي هيبقى ايه، عشان كده بقول لك تعالى اسال حل ورينا، واللي بقى الاجابه بتاعتك هي دي المودل انسرز ليك. تمام، شكرا يا دكتور. العفو يا جماعه. دكتور كده يا جماعه ان شاء الله. نعم دكتور، عندي سؤال في الحضره.